استعد بالله من الكسل والعجز كما كان يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم بالله من ذلك، وانوي انوي خيرا. النية إن نويت خيرا كتب الله لك أجرا على مجرد النية. فإن رجلا أراد أن يتوب فما بلغ الموضع الذي أرسل إليه ليتعبد الله مع قوم صالحين، مات في وسط الطريق، لكن لأنه أراد أن يتوب أخذته ملائكة الرحمة. فأنت أنوي خيرا، أنوي خيرا أنك تصوم وتقوم وتقرأ القرآن، واستعد بالله من العجز والكسل، وتعاون مع أخوانك على البر والتقوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.